بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية انتهينا من قصة نبي الله هود عليه السلام، وكيف أرسله الله عز وجل إلى قوم عاد فأهلكهم الله جل وعلا ودمرهم بالريح. انتشر الشرك مرة أخرى في منطقة في شمال غرب الجزيرة العربية، منطقة تسمى الحجر، منطقة جبلية. في تلك البلاد انتشر الشرك بالله عز وجل، فأرسل الله عز وجل إليهم نبيا عربيا اسمه صالح عليه السلام. هذا النبي جاء إلى قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. أول دعوة الأنبياء توحيد الله جل وعلا، لا تعبدوا إلا الله. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان قوم ثمود الذين سكنوا هذه المنطقة كانوا ينحتون الجبال، أعطاهم الله عز وجل قوة أنهم يكسرون الصخر وينحتون الجبال ويصنعون في الجبال بيوتا لهم وقصورا لهم. أي قوة أعطاهم الله عز وجل. فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أي أن صالح عليه السلام ذكرهم، قال يا قوم الله عز وجل أعطاكم هذه الجبال سكنى لكم، أي قوة تملكونها تنحتون الصخر وتنحتون الجبال وتقطعونها وتصنعون فيها بيوتا لكم وقصورا تؤمنكم من كل شيء، أي نعمة أعظم من هذه النعمة. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. كانوا يكسرون الصخر وينحتون الجبال ويصنعون فيها البيوت والقصور والغرف يحتمون بها. وثمود الذين جابوا الصخر، يعني كسروا الصخرة وقطعوه. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، دعاهم إلى الله جل وعلا، ذكرهم نصحهم، فردوا عليه باستهزاء قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنت فينا رجلا كريما، رجلا مرجوا، رجلا عزيزا، رجلا شريفا قبل هذه الدعوة. أما اليوم فقد تغيرت يا صالح، لست الإنسان الذي كنا نعرفه، إنما أنت من المسحرين، أصابك سحر، بك جنون. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك. دعوتك هذه نحن متشككون منها، ليست صادقة. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ثم جاء قوم صالح ثمود، جاءوا لمن؟ جاءوا للضعفاء، جاءوا للفقراء، جاءوا للمساكين الذين اتبعوا صالح عليه السلام. قالوا لهم أتعلمون أن صالحا
مرسل من ربه، عندكم يقين؟ عندكم دليل؟ فردوا بكل ثقة قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. فرد المستكبرون في الأرض وقالوا لهم إنا بالذي آمنتم به كافرون. إنه العناد، إنه الاستكبار، إنه العتو. هذه الجبال أعطاكم الله عز وجل إياها، جبال فارهة، بيوت وقصور أعطاكم الله عز وجل إياها، ومع هذا لا تؤمنون، ومع هذا لا تستجيبون. أي قسوة في قلوبكم هي أشد من هذه الجبال قسوة، وأشد من هذا الصخر قسوة؟ إنهم قوم صالح الذين عتوا عن أمر ربهم. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. جاء قوم صالح إلى صالح عليه السلام يريدون أن يعجزوه، أن يتحدوه تكبرا منهم وعنادا. قالوا يا صالح، إذا أردتنا أن نؤمن لك ونعبد الله وحده كما تقول، أخرج لنا من هذه الصخرة، وكانت هناك صخرة عظيمة. قالوا له أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. وأي ناقة؟ نريدها ناقة عشراء في بطنها جنين في الشهر العاشر. حددوا يوما معينا وشهرا محددا للجنين الذي في بطن هذه الناقة. قال إن فعلت هذا أتؤمنون؟ قال نعم نؤمن، نريد هذه الآية، نريد هذه المعجزة. فأخذ صالح عليه السلام حبا للخير لقومه يدعو الله جل وعلا، يتضرع إليه، يستغيث بالله جل وعلا، يصلي ويدعو الله جل وعلا أن يخرج لهم هذه الآية. وفجأة يحتز الصخر، وفجأة ينشق الصخر، وأمام مرأى الناس والناس يشهدون، إذا بهذه الصخرة تخرج منها ناقة عظيمة، إنها آية من آيات الله. تخيلوا كيف تخرج ناقة من صخرة أمام قوم ثمود والناس يشهدون. أول ما خرجت الناقة وفي بطنها جنين، قال يا قوم هذه ناقة الله، إنها ناقة كغيرها من النوق لكنها نصبت إلى ربها تشريفا. قال يا قوم هذه ناقة الله، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها لا تقتربوا منها، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. إذا مسستم هذه الناقة بسوء ولو قليل فإن العذاب سيكون قريبا. الناقة آية من آيات الله، ولدت، رأوا هذه الناقة ورأوا ولدها، معجزة باهرة، آية بينة. هل آمن قوم صالح؟ لم يؤمنوا، كان عنادا، كان تحديا، كان تعجيزا لصالح، وفعلا أعطاه الله عز وجل هذه المعجزة. ومرت الأيام، اختبرهم الله عز وجل باختبار آخر. هذه الناقة سوف يكون لها شرب يوم، تشرب من البئر يوما لا تقتربون من الماء فيه، ثم إذا أردتم الشرب لكم اليوم الثاني، هي لا تشرب. طيب ماذا نفعل في اليوم الذي تشرب فيه الناقة؟ ماذا نشرب؟ تشربون من لبنها وسوف يكفي الجميع. إنها آية من آيات الله. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. تشرب يوما لا تشربون، وتشربون يوما هي لا تشرب، ولا تمسوها بسوء. فالناقة ناقة الله، والأرض أرض الله، والأمر أمر الله. هذه ناقة الله، أرسلها الله عز وجل اختبارا لهم. تحدوا نبي الله صالح فاختبرهم الرب عز وجل، إنا مرسل الناقة فتنة لهم، اختبارا، فارتقبهم، انتظرهم يا صالح واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. كل شخص
منكم لا يقترب من الماء في اليوم الذي تشرب فيه هذه الناقة. إنها آية بينة، إنها معجزة ظاهرة، إنها علامة على أن صالح عليه السلام مرسل من ربه، لكن القوم عميت قلوبهم، عميت صدورهم، عميت أفئدتهم، لم تنفعهم هذه المعجزة. وهذه الآية مرت الأيام فإذا بهم يصابون بالضيق والهم. كيف يتحدانا هذا الرجل الذي يدعي أنه رسول ونبي أننا إذا شربنا من الماء في هذا اليوم نهلك، أو إذا مسسنا هذه الناقة بسوء نهلك؟ إذا بهم يزداد حقدهم ويزداد غيظهم على صالح عليه السلام. فجاءت امرأتان، إحداهما تملك مالا والأخرى تملك بنات، قالتا: من قتل هذه الناقة، من نحر هذه الناقة، نعطيه من المال ومن النساء ما شاء. فإذا برجل اسمه مصرع وآخر اسمه قدار بن سالف جاء إلى هذه المرأة وعرض عليهما قتل ناقة صالح، ناقة الله. وفعلا تجمع مع قدار ومصرع 7 من الرجال، تجمعوا ليقتلوا ماذا؟ ليقتلوا ناقة الله التي طلبوها، التي حذرهم منها صالح أن يمسوها بسوء، وهم مع هذا يريدون قتلها، يريدون نحرها، يريدون عقرها. وتجمع 9 ليمكروا مكرا، ومكروا مكرا، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مكروا كيف يقتلون هذه الناقة وجنينها، وصالح عليه السلام حذرهم لكنهم لم يستجيبوا لتحذيره. تجمع 9 يريدون قتل ناقة الله عز وجل، قتل هذه الناقة التي قال لهم عنها صالح لا تمسوها بسوء. تجمعوا على الناقة والناقة تهرب منهم حتى أحاطوا بها بين الجبال، فإذا بقدار بن سالف على رأس 9 يرميها بسهم من بعيد، فأصابها في نحرها فرغت رغاء عظيما بصوت عظيم سمعها كل من حولها، أما ولدها فهرب، هرب إلى رأس الجبل ونحروه ذبحوه. ثم رجعوا إلى هذه الناقة، ناقة الله، فنحروها وقطعوها ودمها يسيل على الأرض. قتلتم ماذا؟ قتلوا ناقة الله وهم يضحكون، وهم يتسامرون، قتلوا ناقة الله وهم يضحك بعضهم مع بعض يتحدون الله عز وجل. هذه ناقة الله قتلتموها. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. ثم ذهبوا إلى صالح عليه السلام يتبجحون، يتحدونه، يتكبرون، وقالوا: يا صالح، وهم يضحكون، لقد قتلناها. قال: قتلتم ماذا؟ قالوا: قتلنا ناقة الله. ماذا فعلتم؟ قتلنا الناقة التي أمرتنا ألا نمسها بسوء، ذبحناها، نحرناها، قتلناها. وقالوا: يا صالح، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا، أين عذاب الله الذي زعمت؟ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح. تخيلوا الوقاحة التي وصلوا إليها، تخيلوا الكفر والكبر والعناد بعد أن ذبحوا ناقة الله. بدل أن يستغفروا ويخافوا من عذاب الله عز وجل، جاءوا لصالح وقالوا له: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بعذاب الله. فأخذ صالح عليه السلام يبكي، علم أن عذاب الله سينزل. ثم جاء إليهم فقال لهم: يا قوم، لكم أن تتمتعوا في هذه الدنيا 3 أيام، ثم بعد 3 سينزل عليكم عذاب من الله عز وجل. قال: يا قوم، تمتعوا في داركم 3 أيام، تمتعوا في داركم 3 أيام، اليوم الأول ستصفر وجوهكم، اليوم الثاني ستحمر وجوهكم، في اليوم الثالث ستسود الوجوه، ثم ينزل عذاب الله عز وجل. تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.
وفعلا في اليوم الأول بعد قتل الناقة وذبحها اصفرت الوجوح، في اليوم الثاني نفس الشيء احمرت الوجوح، في اليوم الثالث سودت الوجوه فخافوا أن ينزل عليهم عذاب الله كما توعدهم نبي الله صالح، فإذا بالتسعة نفسهم يتجمعون مرة أخرى وإذا بهم يتفقون لما لا نقتل صالحا قبل أن ينزل علينا العذاب لنقتله ولنتخلص منه. قالوا تقاسموا بالله، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. نأتيه بالليل نذبح صالح ونذبح أهله وفي الليل ومن يدري عنا، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه. إذا أصبح الصباح نقول ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وفعلا بعد أن عقروا الناقة وذبحوها الآن يريدون قتل نبي الله صالح عليه السلام، وتجمع التسعة في تلك الليلة يريدون ذبح نبي الله وهو في بيته قائم يصلي يدعو الله عز وجل يتضرع إليه لا ينزل العذاب، يدعو الله جل وعلا، وإذا بهم يتجمعون يريدون قتله ويريدون ذبحه. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. نزلت عليهم حجارة من السماء التسعة فرضخت رؤوسهم جميعا، أصبح الناس يرون التسعة كلهم ميتين. من الذي قتلهم؟ من الذي أوقع عليهم هذه العقوبة؟ إنه الله عز وجل. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. دمرهم الله عز وجل جميعا فلم يبقي من التسعة أحدا حيا بقي. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. لما أهلك الله عز وجل التسعة علم قوم صالح أنهم هالكون، علموا أن وعد صالح عليه السلام لهم بالتمتع ثلاثة أيام هذا وعد غير مكذوب، علموا أن العذاب سيحل بهم، فالوجوه تغيرت والألوان تبدلت في اليوم الأول الثاني الثالث، في اليوم الرابع علموا أن سينزل بهم العذاب، فجلسوا في بيوتهم وحفروا قبورهم داخل بيوتهم وانتظروا كيف سينزل عليهم العذاب. أما صالح عليه السلام والذين آمنوا نجاهم الرب عز وجل. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أخرج الله عز وجل صالح عليه السلام والذين آمنوا من تلك القرية، وجلس الذين نحتوا الجبال في بيوتهم مختبئين، وأصبح الصباح في اليوم الرابع فإذا بجبريل عليه السلام يصيح عليهم صيحة واحدة قطعت قلوبهم كلهم، ماتوا، أخذتهم الصاعقة. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. لم يستطع أحد منهم أن يقوم من مكانه، في الجبال في البيوت أهلكهم الرب عز وجل. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. تمر على جبالهم، تمر على بلادهم، إلى اليوم موجودة في مدائن صالح في الشمال الغربي في الجزيرة العربية منطقة تسمى الحجر، إلى اليوم موجودة بيوتهم
قصورهم التي نحتوها في الجبال لا زالت تشهد عليهم في تلك البقعة الملعونة التي من مر فيها لابد أن يبكي خشية من الله جل وعلا. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، بعدا ولعنة لتلك الأمة التي عصت ربها عز وجل. ثم رجع إليهم صالح عليه السلام بعد أن رآهم هلكا في بيوتهم في قصورهم جبالهم لم تمنعهم عذاب الله عز وجل. مر عليهم وهو ينظر إليهم صرعا، نظر إليهم وتأسف وقال يا قوم، يكلمهم وهم أموات لكنهم يسمعون، قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فتاة جارية نجت من ذلك العذاب، هربت قبل أن يصبح الصباح، علمت أن سيحل بها العذاب، هربت إلى قرية أخرى، قصت عليهم القصص، ما الذي حدث، ما الذي جرى، وكانت متعبة مجهدة، فلما شربت من مائهم أهلكها الرب عز وجل. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. منذ آلاف السنين إلى اليوم مدائنهم موجودة، نحتهم في الجبال لا زال موجودا ليكون شاهدا عليهم، ليمر الناس على تلك القرية يبكون خشية من اللعنة أن تنزل عليهم. ماذا استفاد قوم صالح؟ نحتوا الجبال، كسروا الصخر، سكنوا في تلك الأماكن التي نحتوها، لكنها لم تمنعهم من عذاب الله عز وجل. وإذا بنبي الله يقول أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ثم تولى وتركهم صالح عليه السلام لتطوى صفحة من صفحات الأنبياء، نبي عربي توفاه الله عز وجل بعد هذا، وانتشر الشرك مرة أخرى في الأرض. ننتقل بكم مرة أخرى إلى بقعة أخرى في الأرض، إنها بلاد الرافدين، ينتشر فيها الشرك، عبادة الأصنام، عبادة الكواكب من دون الله عز وجل. في بلاد الرافدين ما تسمى بالعراق اليوم انتشر الشرك، فبعث الله عز وجل إليهم نبيا من أعظم أنبيائه وأفضلهم، اتخذه الرب عز وجل خليلا له. من هو؟ إنه أبو الأنبياء. ما قصته؟ قصة عظيمة، حوادث جليلة. إنه من؟ إنه إبراهيم الخليل عليه السلام. هذا موضوع حديثنا وإياكم في الحلقة المقبلة، حتى نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. وهذا نبي، نبي أحبه الرب عز وجل، أبوه الذي ملأ بيته بالأصنام. أنا خايف عليك يا أبي، لأنك لو عبدت الأصنام فإنك ستعبد الشيطان، فهو الذي يأمرك بعبادة الأصنام. إذا ما توقفت عن هذه الدعوة لأرجو منك. كانوا يجلسون عند هذه التماثيل، نحذرك يا إبراهيم. يهدد من؟ تكلم.